الشيخ وليد قضى حياته في شيء لا يمكن ننساه، ومن سنين عاش بيرمم اللي اتقطع في كتاب الله. لف المساجد مع ابنه بيصلح المصحف بإيديه، وكل تعبه لوجه الله، عشان كده ربنا مرضيه. سبحان ربك سخر ناس عشان تحافظ على ذكره، والشيخ وليد عنده رسالة الكل بيها يفتكره. اهلا، ازي حضرتك يا استاذ وليد؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله يا فندم. الناس كلها من اول الشارع قالوا لنا بقى استاذ وليد ساكن هنا، كتر خيرك. كله عارفك، الراجل فين؟ الراجل اللي هنا اللي بيصلح المصاحف قالوا لنا ان هو من هنا. اتفضل يا فندم، كتر خيرك يا فندم. انا بس عايزه اعرف حاجه، انت شغلك الاصلي قريب من هنا يا استاذ وليد؟ اه. بتروح تشتغل فين؟ في شركه الكهرباء. شركه الكهرباء هنا في حلوان. في الشارع الرئيسي. أوه. والعمارة دي انت ساكن فيها بقالك كتير؟ ان شاء الله انا مولود هنا. ان شاء الله مولود في العمارة دي. يعني والدك كان والدي. هنا و... ده هو دوت دوت بيت والدي. الله يرحمه. ايه يا استاذ وليد الركن الهادئ من الحياة ده؟ نعم، من نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا. اكتشفته ازاي المكان ده، ولا جيته ازاي؟ فضل ربنا ثم فضل والدي الله يرحمه. هو اللي جه العمارة دي؟ لا، والدي كان هو أول حاجة ديت كانت أوضته. الأوضة دي؟ وتاني حاجة والدي كان بيعمل صيانة برضو للمصاحف. فعلاً؟ فعلاً. يعني أنت نشأت يا أستاذ وليد بالقصة دي، عارفها، عارف بس عنها. أنا دخلت فيها متأخر. أنت دخلت فيها متأخر. حبيتها من كام سنة؟ هو ده أنا بالظبط في حدود 4 سنين بالظبط. قليل. بس كل ما اجتهد النصيب. بس بقيت معروف قوي في المجال ده. والله انا مش مهتم بالموضوع ده الا بس هي حاجه واحده بس، عايز اوصل للناس لا تفقد الامل في المصحف، ممكن يرجع احسن من الاول، و يعني احسن كمان من الاول بزياده كمان. طب احكي لي بقى على يومك، يعني انت بتشتغل وظيفه تانية؟ ان شاء الله. صح؟ فانت بتروح بعد شغلك؟ بيتك قريب من هنا يا استاذ؟ لا، هو هي ده، هو ده بيتي ان شاء الله. يعني لازق فيه. فانت بس بتخش الاوضه دي؟ هي الشقه دي، من الشقه دي بس فقط. الشقه تيجي امتى بقى؟ تبتدي امتى؟ الساعه 2 بالليل بالظبط، بعد ما الكل ينام اقوم انا اشتغل بفضل الله. يعني تقعد بقى تشوف المصاحف اللي عندك، لو جابها لك حد انت؟ لا، هو الموضوع ماشي عندي بالدور. يعني هنا ما يخشش هنا مصاحف الا اللي عليها الدور، عشان ده ما يخش مكان ده او ده مكان اللي ده. صاحب المصحف قال لك والنبي يا وليد رمي لي المصحف. لا، لو واحد مفيش مشكله. واحد اتنين تلاته دوت مفيش مشكله. امال ايه؟ انما لو مساجد دار تحفيظ دور. دار تحفيظ مساجد، فبيبقوا اعداد كبيره. والحمد لله بفضل الله بفضل الله بيرجع احسن من الاول. الله. بزياده. ينفع تفرجني ادواتك كده يا استاذ وليد وتوريني؟ الادوات بتاعتي بسيطه جدا. الشاكوش الجميل ده بتاع والدك الله يرحمه؟ لا، بتاع، بس انا مسميه دوت المرزبه. دي مرزبه؟ بس دي مرزبه صغيره قوي. ما هي يا دوبك على قد الورق. ماشي. والمقص قلم. والمقص ده سنجر، بيقولوا ان مقص القماش ما نقصش بيه ورق يبوظ. ما هو انا بشتغل بامكانيات، الحمد لله الحمد لله، هي دي الامكانيات اللي بتعمل ده الشغل. ماشي. وقطر. وقلم. وغيره. وادي الشريط. شريط. دباسة. وأهم حاجة عندي الأستك دوت بشتغل بيه. الأستك؟ أستك فلوس. وتعمل. طب أنا عايز أشوف بتصلح إزاي، يعني عايز أشوف بالفعل حاجة مش فيها حاجة تالفة وأنت بتحاول ترمها. طبعا انا بستعمل خيط حرير عشان ما تقطعش. والابره الكبيره دي ليها اسم صح؟ ابره تجديد يا فندم. قبل ما تهوى القصه دي ما كانش ليك خالص في الصنعه اليدويه، ما كنتش بتعمل حاجه بايدك؟ لا، انا بحب اعمل كل حاجه بايدي. اي حاجه في البيت بحب اعملها. تعلق حاجه، تعمل شنطه، تركب مسمار، تغير اكره. الا حاجه واحده بس. إيه؟ هو الطبيخ. ما بحبش الطبيخ. عارفك بس. حلو قوي. طب مراتك بتطبخ حلو؟ طبعا. جميل. هي سامعانا دلوقتي بتحس.
جميل جميل جميل. أهم حاجة تشد جامد. والعقدة دي عادي تفضل كده؟ ولا المفروض العقدة دي كانت تبقى مستخبية مثلا؟ عارف يا أستاذ وليد، أنا بحب قوي في ضيوف الحلقات بتاعتنا الشخصيات بتبان من حاجات بسيطة جدا جدا جدا. الفلسفة الحياتية دي بتفرق معايا قوي أكتر حتى من هم بيعملوا. هرجع أقول لك تاني، وأنا ماسك كتاب ربنا ساعات بحس إن أنا ماسك الدنيا وبما فيها. عندك أحفاد؟ لا لسه الحمد لله. أنا لسه صغير. صح. ده كده واقف على الشريط، واللي أنا حطله بكسه من بره اللي هي زي دي. والشريط ده نركبه في إني أحطه إزاي؟ لا ما هو من هنا قصدك الشريط بس اللي عشان نعرف إحنا في صفحة كام. ده بيبقى في حتة وخلاص، بعدين تقوم بقى جايب له كسوة دبس. وبتروح تشتري الجلد بقى من فين؟ من العتبة. من العتبة. ده جلد سكاي بتاع كتب. بشتري مشمع. مش شمع، جلد سكاي. مفيش جلد طبيعي، ما صدفكش حد قالك انا عايز جلد طبيعي؟ لا انا ما اقدرش عليه. لا الزبونك يبقى عايزه. نفسي زبونك. انا ما باخدش من حد فلوس. انت بتعمل ده لوجه الله كده؟ الحمد لله. ده اول مره تعرفي الموضوع ده؟ معرفش. أنا ما اعرفش. انا بسمع منك. لا بفضل الله. بفضل دي حاجه حلوه قوي. بفضل الله بفضل الله. وتحس ان ربنا بيدي لك، اصل في حاجات كتير قوي على فكره الواحد بيعملها. بس اقول لحضرتك حاجه، في كل واحد موظف بيجي اخر الشهر بيقبض. صحيح. بيطلع حاجه دوت حسنه. طبعا. لله. طبعا طبعا. وكل واحد ليه طريقته. صحيح. اللي بيزرع شجره، اللي بيعمل كوبير، اللي بيدي لفلان بيدي لعلان، اللي اي حاجه يعني. فدي طريقه فاتحه. طريقتك انت. انا وكمان عيالي، انا عندي احمد ومنى ما شاء الله اللي اتنين شغالين يقبضوا وربك. ما هي دي اللي بقوله لك، عارف اللي بتاخده من الشمال ربنا اللي بتعمله بالشمال ربنا بيدي لك عليه من اليمين. هو ده كان سؤال، ان انت بتعمل ده لوجه الله، في سبل اخرى ربنا ميسرها لك كانه بيقول لك. لا والله شكرا يا وليد انك في ناس كتر خيرهم لاني على على قد حالهم برضو يعني. ايه دي بقى كده مسهمة صغيرة، بس ربنا ما بينساناش. حلوان واحدة من أقدم المدن في مصر، كانت في الأصل مدينة فرعونية، وفيها اتبنى أول سد مائي في التاريخ في منطقة وادي حوف. وانت ماشي في حلوان هتعجبك شوارعها الواسعة وعماراتها المنظمة وحدائقها الجميل، زي الحديقة اليابانية اللي أنشأها المعماري ذو الفقار باشا على الطراز الأسيوي. وهنا كمان متحف ركن فاروق، وده عبارة عن استراحة ملكية اتصممت على هيئة قارب راسي على شط النيل. في حلوان منطقة المعصرة اللي بتضم صناعات أسمنتية ومصنع تليفونات، وطبعاً مرسة حلوان اللي عمره أكتر من 120 سنة ولسه بيأدي دوره كمنارة علمية بيشهد لها العالم كله بالاحترام والتقدير. الموضوع ده معروف على الإنترنت يا أستاذ وليد؟ أنت عندك صفحة والناس بتتابعك؟ لا أنا ولا فادي على النت، ولا فادي على الدش، ولا فادي كاميرا، ولا حد من ولادك عشان لا ممكن أحمد ابني عادي. لا لا هو طبيعي بيخش على النت. لا مش قصدي، قصدي أنه يبقى معروف أن فلان بيرمم المصاحف في الحتة الفلانية، والتواصل معاه اتكلموا الموضوع ده كلموا. أنا كان مرة من مرات أحمد ابني نزل على موقع، فلقيت فجأة أنا كنت عايز قالوا 10,000 تعليم. أنا ما كنتش مصدق. إيه ده؟ أنا كنت بقرأ الكلام والأدعية، أنا كنت عايز بصراحة. لا الباقي بقى مين بقى وعمل إيه وكام ده لازم منه ما عرفش أي حاجة في أي حاجة. ما فكرتش خالص خالص إن أنت مثلا تعمل شغلانة من الموضوع ده؟ ما فكرتش إن الموضوع ده ممكن يبقى مصدر رزق؟ طب ما أنا عامل شغلانة، انا بتكلم مع ربنا وانت عايز اكتب كده. لا مش عارف. بس انا في نعم، ارجع اقولها لك تاني، انا ماسك الدنيا وبما فيها. عايز ايه تاني؟ انا احسن من ناس كتيره قوي كتيره، وكفايه ان انا هنا مبسوط. طبعا اتمنى ان ربنا بس ومفيد. يتقبل مني. ايوه بس ويا ريت الدعاء للناس بتدعوا لي يوصل. وانا على فكره انا عاملها صدقه جاريه على المسلمين اجمعين وليس على شخصي انا
وابني او بنتي او يعني دي نيتك للناس كلها. للناس كلها، كل من حمل مصحف جاب لي مصحف، كل من ساهم في هذا المشروع ياخد حسن. بس انا برضه ارجع اقولها لك، دي نفسي تشوفي منظر الناس وهي بتاخد المصحف بتاعها مبسوط. حد يصدقني ده قديم؟ لا طبعا، نفس الورق اللي انا قلت لحضرتك اهو. الله. وبعدين في واحد برضه رجل محترم راح طبع الورق ده كآداب التعامل مع المصحف. صحيح. فدي حاجة جميلة. فبتحطها في أول ورقة. طبعا. ما هو هو حقه اللي هو ياخد حسنة. اللي طبع الورق ده حقه اللي هو ياخد حسنة. لما تفتح المصحف انت الورقة دي وانت تقرأيها حسنة. حلو ان الواحد يبقى بيجتهد انه يبقى كويس. بس اسعي في الخير وان شاء الله ده ربنا هيوفق. انا بس دلوقتي في المصحف اتشهد، يعني هو تقريبا المصحف ده خلص. ده كده خلص في 3 دقايق، خلص خياطه وكل حاجه. حلو. وحتى بس هيقرا فيه ويستعمله وينبسط بيه. ما هي دي نعمه. الحمد لله. هي انا في نعمه، ونعمه كبيره والله الحمد لله. بعد ما بتقعد بقى على الترابيزه دي وتخلص المرحله بتاعه ان انت ايه ترم المصحف ويبقى كتاب كده، بتشيله فين؟ مكتبتك دي؟ هنا ان شاء الله. بيبقى طبعا المصحف جايه من بره بتفضل بره، اللي عليها الدور بيخش هنا في جنب هنا لوحده. دي اللي لسه ما ترمتش. وبعد هنا بعد ما تترمي تخش في كده جنب تاني. طب ينفع تفرجني مثلا رميت ايه؟ وقع كبير صغير؟ ماشي يا فندم. شايلهم بقى كلهم هنا يا استاذ وليد ان شاء الله. ايه الاسامي دي؟ مين احمد ومين المنصوره ومين مهندس عاطف؟ مين دول؟ دول ان شاء الله جايبين مصاحف، فانا خايف ان دول عشان شبه. بس المنصوره دي جايه لك مصاحف من المنصوره؟ رايحين للدار تحفيز؟ لا، دول جايين من المنصوره وان شاء الله كده رايحين يرجعوا المنصوره. ان شاء الله. ومين اللي نقل اللون الجميل ده؟ انا ان شاء الله انا طابع ده شويه. انت طابع منه بكرتون وبحاجه؟ هو ده. لا يا فندم، هو بيجي لي كده. طابع الورق الكوشيه ده. الورق، وانا اللي بجيب الكرتون بفصله وانا احطه على المصدر بالظبط. ده برده كان جاي من غير جلده، وانا بحاول الكرتون ده يبقى فعلا يستحمل. امسكي كده يا فندم. قوي جدا. والورق برده نفس الطريقه، 130 جرام. 130 جرام برده كده. اجيب له زوج الشريطه عريضه مش زي كده الشريطه اللي موجوده في السوق. وبعدين ما تنزلش كده على طول، لا ماسكه نفسها. ده عشان يستخدم استخدام كويس، يتقري فيه ويتحفظ فيه. وده اللي انت بتعمله ده بتبقى حاطط امل ان الحاجات دي تبلى من كثره الاستعمال. انا اتمنى يبقى فيه ثقافه مع المصحف. طبعا اتمنى في حاجه اسمها ثقافه يا جماعه مع المصحف، كيف نحافظ على المصحف. وانا بحاول برضو بلزق ارشادات في المصحف ازاي ده نتعامل معاه على اساس احنا برضو احنا نحافظ عليه. أهي. 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 لا يمس المصحف إلا على طهارة، ويجب تقليب صفحته برفق. صح، لا يتم العبث والكتابة. مظبوط. حلو إن الناس تبقى عارفة كده. ده برضك يعني أنا بحاول، يعني في جديد أو أنا أطور نفسي، ده نعمله فيه إن شاء الله. أنت راجل رائع يا أستاذ. لا مش قوي، مش قوي. عايز تحطه فين؟ والله راجل رائع وخير وعندك فلسفة حياتية. لا أنا أتمنى والله يا جماعة نوصل لمرحلة وانشر هذه الفكرة، وما تفقدوش الأمل في المصحف. ما تفقدوش الأمل في المصحف إن ممكن يرجع زي الأول وأحسن من الأول. حاضر. بس أتمنى إن إحنا يبقى في عندنا ثقافة التعامل مع المصحف. حاضر. أنا مش هنسى اليوم اللي دخلنا فيه العمارة الصغيرة اللي مدخلها حلو ومكتوب عليها، وطلعنا دور لدور وجينا عند الراجل الهادي اللي في مكتبه الأنيق الصغير. شرفتونا يا فندم والله. مش هنسى الزيارة دي. شرفتونا يا فندم والله. وأنت كمان عشان ما تنساناش زميلتنا سارة
كانت قاعدة ترسمك، مش كنت واخد بالك يا أستاذ وائل؟ لا ما كنتش واخد بالي. هوريني يا سارة عملتي إيه؟ إحنا دايماً بندي بورتريه. شكراً يا سارة، جميل يا سارة. بورتريه لأبطال الحلقة بتاعتنا عشان يفتكرونا بيه. ها؟ شغلنا يا سارة؟ لا لا، حلو جداً. لا بس الأصل أحلى. الأصل أحلى بكتير. الله يخليك يا فندم. بكتير. الله يخليك يا فندم، الله يخليك يا فندم. في كل بيت تلاقيه موجود، بنعظمه ونتبارك بيه، وفي كل آية تشوف عبرة، عظة وموقف حكمته فيه. اقرأ كلام الله بقلبك، ساعتها هتحس بقيمته وتحس إنك مطمن عشان وصل لك وفهمته. آية تواسيك وقت ما تزعل وتحس إنك من راضيين ربك عشان اسمه الحافظ حفظ كتابه ليوم الدين.